السلام عليكم جميعا أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. مع وصول وفد بعثة المفوضة السامية لحقوق الإنسان لنا أن نقول أن البعثات الحقوقية والمؤسسات والمنظمات المعنية بالشأن الحقوقي إطلاقا لا تصل إلى حدود أي موقع جغرافي في أطار قيام دولة أو مؤسسات إدارية إلا إذا كان هناك قناعة لديها بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، لأن زيارات هذه المؤسسات سواء كانت غير الحكومية منها أو الحكومية ليست عبثية وليست للتعارف ولتبادل الابتسامات، وإنما لأنها تريد أن تقوم بواجبها حيال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام، الذي غالبا ما تكون الانتهاكات الحقوقية أو انتهاكات حقوق الإنسان تمس محدداته وتمس مقرراته وتمس توصياته. مجيء هذه البعثة نعتبره في واقع الأمر خطوة في الاتجاه الصحيح، باعتبار أنها كانت يجب أن تكون قبل أمد بعيد، ولكن السلطة لم تكن مهيئة من وجهة نظرها لاستقبال أي جهة حقوقية، وهي تعرف تماما أن مجيء هذا النوع من البعثات إذا لم يكن للتقصي فهو لأمر أشد، باعتبار أن تقصي الانتهاكات لفترة وجيزة قد تم عبر تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر في 23 نوفمبر 2011، وقبلته السلطة على لسان الملك بأنه قبل هذا التقرير وسيعملون على عدم تكرار ما حصل أو ما ورد في التقرير، وبدأ الانقلاب على تنفيذ هذا التقرير في توصيته الأولى التي كانت دقيقة وحذرة وهادفة، وهي تشكيل لجنة من جميع الأطراف لمتابعة تنفيذ التقرير. فشلت السلطة وبدأت تطبل وتزمر للجنة التي قررتها، وعلى ذلك بدأ التهافت في الفشل في تنفيذ تقرير تنفيذ التوصيات. أصدرنا تقريرا في العام 2012، وأعتقد أن ما أصدرناه في ذلك الوقت إطلاقا لم يتم تطوره إيجابيا عما أطلقناه في العام 2013، لأن السلطات كانت تتعاطى مع التقرير بطريقة تحاول أن تغطي وتعمي على ما ورد فيه من محددات دقيقة صاغتها خبرات دولية لم تبدأ تجربتها في هذا الموقع من العالم، وإنما عاشت لعقود في خبرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. قاد هذا الفريق الخبير السيد محمود شريف بسيوني.
واحدة من دلائل عدم تطبيق هذا التقرير برغم تشكيل لجنة لمتابعة تقرير تنفيذ التقرير أسندت لوزير العدل وصدور تقريرين من هذه المؤسسة أو هذه اللجنة، هو أن كل الانتهاكات التي ارتكبت في العام 2011 استاء الوضع وازداد سوءا في 2012، وأكدت السلطات على أنها فشلت في تنفيذ التقرير وتوصياته، وأثبتت في العام 2013 بأنها بالفعل فاشلة في تطبيق تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق. المداهمات بذات الطريقة، وأنا ذكرت المداهمات ولم أقل عمليات القتل، أبدأت بها ولم أقل الاعتقال، وإنما ذكرت المداهمات لأن المداهمات هو استهداف لأناس أبرياء. إذا كان هناك شخص يراد اعتقاله يتضرر من ذلك جميع أفراد العائلة كبارا وصغارا وفي وقت الليل، وتحصل مآس إذا كان رجال الدولة الذين يعني يؤكدون على أن حقوق الإنسان في البحرين مصونة، عليهم أن يفتحوا أبواب مكاتبهم ويضمنوا للشاكين بأن يسلموا من الانتقام، سيسمعوا ويعرفوا عن فضائع تقوم بها أجهزة تدعي بأنها تحفظ الأمن. دليلنا على عدم تنفيذ التوصيات هو أن القتلة بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق من الأجهزة الأمنية لم يحاسب، لا القاتل ولا آمره ولا مسؤوله ولا مسؤول الجهاز الذي ينتمي إليه هذا القاتل. نحن لا نقف وحده في البحرين كشعب تقع عليه كل هذه الانتهاكات، وإنما تقف معنا كل المنظمات الحقوقية الدولية ذات المصداقية على أن موقفها معنا هو ليس لأنها على علاقة شخصية بأي فرد من أفراد البحرين، بقدر ما هو الدور المهني الملقى على عاتقها والذي عليهم، ولو لم يقوموا بذلك لبدأنا بإلقاء العتب واللوم واتهامهم أيضا بازدواجية المعايير كما يحصل مع بعض الأنظمة. حينما ننتقل إلى دائرة أضيق من المنظمات الحقوقية الدولية سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية، نذهب إلى البرلمانات، وعلى سبيل المثال البرلمان البريطاني في لجنته التي أصدرت تقريرا مخجلا ومحرجا ومسيئا لسمعة السلطة في البحرين. الإدانة التي صدرت من البرلمان الأوروبي، هذه الإدانة هي ليست مشترات غير مدفوعة الأجر، وإنما هي إدانة نابعة من قناعة تامة ومن متابعة لما يحصل في البحرين. هذا التقرير الذي سيكون متاحا أيضا على وسائل التواصل وصل إلى السيد محمود شريف بسيوني، ووصل إلى الهيئات السياسية في المؤسسات وفي هيئات السلك الدبلوماسي، ووصل إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووصل إلى بعض المقررين الخاصين بحقوق الإنسان، ووصل إلى أكثر من 50 منظمة حقوقية تعنى بحقوق الإنسان
حول العالم، وسيكون متاحا لكل من يريد أن يرى مخرجات التي تدلل من ناحية على يعني القذة بالقذة والحرف بالحرف والكلمة بالكلمة عن ما تقوله السلطة عن تنفيذها للتوصيات من 1715 وانتهاء بآخر توصية. لم نجد في توصية واحدة لدى الحكومة أنها تتحدث عن عدم إمكان تنفيذ التوصية، فضلا عن ذلك تتحدث عن مفردة مخجلة جدا تم التنفيذ بالكامل، وكأن تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أتى أكله وجاء بنتائجه غضة طرية مثمرة راقية، وانقلب الوضع في البحرين عما كان عليه في العام 2011 إلى العام 2013، وكأنه الدنيا أصبحت في البحرين أجمل منها لا يوجد، أو لا يوجد أجمل منها في العالم. وجدنا أن عدم اهتمام السلطة بالتقرير، بتقرير لجنة تقصي الحقائق، أنها كانت تزج معلومات في تقريرها الذي أصدرته في تاريخ 23 نوفمبر 2013، وهو التقرير الثاني بالمناسبة، كانت تحشو التقرير حشوا وتضع فيه معلومات تضحك الثكلى، تتحدث عن تنفيذ توصيات تتعلق بالمصالحة الوطنية، وكانت قد نفذت هذه الفعالية قبل ما يقارب العام من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، لأنهم يضعون معلومات ولا يعرفون ما الذي يضعوه في هذا التقرير. وضعوا من ضمن تنفيذ توصيات المصالحة الشاملة أو يعني إعادة اللحمة وما إلى ذلك مسألة الـ يعني دورة لتثقيف فيما يتعلق بسرطان الثدي. ما الذي يدخله في عملية إصلاح الوضع في الداخل وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق؟ أو عمل دورات كرة قدم لا علاقة لها، هذا شأن رياضي يعني، وهذا واجب على السلطة أيضا أن تقوم به وليس هو جزء من تنفيذ توصيات. أو حملة من أجل الإقلاع عن التدخين، هذا لعب على الذقون. وأعتقد أن كل هذا التقرير الذي صدر من السلطة بتاريخ 23/11/2013 كان محفزا لجسوم ومؤسسات حقوقية لتعرف أن هذا النظام يريد أن يضحك على الذقون. في العام 2013 إذا كان هناك تغيرا للواقع على الأرض، كيف لنا أن نحصي 6000 مسيرة واحتجاج واعتصام وتظاهرة في أنحاء البحرين على طول العام، أكثر من 6000؟ هل يعني أن الحكومة في البحرين والسلطة في البحرين بدرجة من الرشد والعدالة التي يعاكسها تماما ما عليه شعب البحرين فلا يهنأ ولا يهجع ولا يرتاح حتى يصر على الاستمرار في حراكه السلمي؟ وراء هذا العدد الهائل من المسيرات والاعتصامات والتظاهرات والاحتجاجات، وراء ذلك هو سوء وضع حقوق الإنسان في البحرين. نحن نقارن تماما بين من يتم صدور حكم عليه في محاكم البحرين، وبين من يجب أن يصدر عليه حكما أيضا من محاكم البحرين، نجد أن هناك خطا فاصلا واضحا دقيقا لا يخفى على
يعني راشد أو منتبه. إن كنت تنتمي للسلطة فأنت بريء قبل اتهامك وبريء بعد اتهامك ومجازا ومكرم ويعني مربوط على كتفك بعد اتهامك، وكأنه نوعا من أنواع رد الاعتبار. بينما إذا كنت مواطنا تخالف سياسة السلطة في حقك السياسي أو المدني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الديني أو الثقافي أو غيرها أو المعيشي أو الدستوري أو الميداني الذي لك حق فيه أن تمارس حقك فيه بكل سلمية، فإنك متهم منذ أول لحظة يتم اعتقالك فيه، ويصدر عليك حكما لا يستطيع أحد من عقلاء العالم أن يفسر ويعرف خلفية هذا الحكم. أنتم تعرفون لدينا عدد من النساء يقبعون في السجن، بعضهم لأنهم كانوا مشاركين في مسيرة، وبعضهم لأنهم تشاجروا ربما مع رجل أمن، بينما رجل الأمن الذي يقتل المواطن لا يبقى لحظة أو لا تصل رجلاه إلى ما وراء القضبان. كيف يمكن أن أدخل في تفاصيل تقرير أشارت لجنة تقصي الحقائق فيه إلى جرائم ضد الإنسانية، ودققت وفصلت ومحصت وعرضت كل ما هو يقيني فيه، لا نجد إطلاقا أن أحدا وراء القضبان بسبب القضايا التي ذكرها التقرير، فضلا عن القضايا التي لحقت هذا التقرير كما أشرنا قبل قليل بأن الوضع ازداد سوءا. أعداد الأطفال الذين يعتقلون تتزايد، ولدينا هنا مشكلة متجذرة وتعد من المخالفات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وهي حرمان الجرحى والمصابين والمرضى عمدا أو تغافلا أو استهتارا أو انتقاما من حقهم في الحصول على العلاج. لدينا قائمة طويلة جدا، وسيتم القيام بمراسلة المعنيين الدوليين بهذا الأمر، ولكن ما يدفعنا للانتقال لما وراء حدود البحرين في نقل هذه المشاكل، لأنه لا توجد في البحرين إطلاقا مؤسسة تنتصف الإنسان في مقابل السلطة إطلاقا. تقرير السلطة في تنفيذ التوصيات تحدث عن أن هناك مرسوما يتعلق وصدر مرسوم بتحديد وتعيين مفتش عام بدرجة وكيل وزارة. ما الذي فعله من ذلك الوقت منذ فبراير 2012 إلى اليوم؟ لماذا نسمع صرخات السجناء والمعتقلين تصل إلى كل آذان الآخرين في البحرين وفي خارج البحرين، بينما المفتش العام لا نجد له مخرجات من الدور الذي يقوم به؟ هناك أيضا مرسوم يتعلق بتأسيس جهاز الأمن الوطني، وبالفعل سمعنا من حينها بأن جهاز الأمن الوطني لن يقوم بالتحقيق ولن يقوم بدور يتعلق ب يعني المتابعة والتحقيق حتى لا يقع منه تعذيبا كما حصل في فترة السلام الوطنية. ولكن الذي حصل هو أن جهاز الأمن الوطني بدأ يعمل من خلال أطار جهاز التحقيقات الجنائية، فكل ما نسمعه عن المتهمين إنما هو عمل مخابراتي وذات أسلوب جهاز الأمن الوطني الذي
يعني اعتدنا عليه وشاهدناه وعايناه وتضررنا منه منذ عقود. هناك أحكام قاسية، بل هناك تشريعات تضيق على حقوق الحريات وتجرم كثيرا مما يضمنه ويكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هنا نتكلم عن المنشدين الخمسة الذين تم اعتقالهم وتوجيه تهم لهم لأنهم شاركوا في مسيرة جماهيرية منقطعة النظير في تاريخ 15 فبراير 2014. وجهت لهم تهمة وأوقفوا لمدة 7 أيام وجدد لهم ليكون المجموع 45 يوما. أنا أسأل وزير العدل ووزير الداخلية ووزيرة الإعلام ووزير الخارجية أيضا ووزير حقوق الإنسان الذين اجتمعوا يوم أمس مع كما طالعت ذلك الصحافة بأنه اجتمع مع 5 وزارات وهو البعثة الأممية التي جاءت من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اجتمعت بهؤلاء الوزراء الخمسة. ما هو رد السلطات على اعتقال أفراد شاركوا في مسيرة سلمية جماهيرية تعتبر استفتاء شعبيا على سلوك السلطة وسياستها ضد كل ما تقوم به السلطة، وبعد ذلك مصيرهم أن يكونوا خلف القضبان؟ أليس هذا حكما يعني إيقاع حكم بدون حكم قضائي؟ أليس هذا انتقام؟ أليس هذا تعسف؟ إذن ما الذي ينفعنا حينما نقول أن تنفيذ التوصيات أصبح تنفيذا معكوسا؟ معكوسا يعني أنك بدل أن تضمن بأن يكون حقك مكفولا أصبح هناك إغال في التجاسر وفي تجاوز الحقوق. التنفيذ المعكوس حماية الجناة وليس الضحايا. تطالعنا الوسط اليوم أن الداخلية تقول الداخلية تحقق باستخدام مصيل الدموع بسار. سمعنا من وزارة الداخلية بأنها حققت في 10 الانتهاكات التي قامت بها السلطات أو قام بها منتسبو وزارة الداخلية أو الجهاز أو الحرس الوطني أو الأجهزة التابعة أو حتى الجيش في فترة السلام الوطنية. لم نجد إطلاقا قضية واحدة خرج علينا أحد المسؤولين الذي يعلن عن بدء التحقيق يأتي ليتحدث عن استمراره أو عن الوصول إلى نتيجة. هذه المحصلة تكشف وتدلل وتؤيد وتدعم صحة ما نقول بأن تنفيذ التوصيات تنفيذا معكوسا حماية للجناة وعقاب أو يعني انتقام من الضحايا. شكرا لكم. أكون معك بكل صراحة يعني صريح جدا، التقرير صدر في ذات اليوم الذي أصدرت فيه الحكومة في 23 نوفمبر 2011، وهذا يدلل على أننا يعني قادرون على محاكاة الرأي الرسمي، واعتقادنا تماما بأنهم لن يأتوا بجديد.
ولكن حينما رأينا تقرير السلطة تحفزنا كثيرا لوضع تعليقاتنا، باعتبار أن التقرير الذي صدر مخجل جدا ويعني مهين في واقع الأمر حتى للسلطة. فأجلنا حتى نعيد صياغة، ليس نعيد صياغته وإنما نضيف عليه بابا أو جزءا يتعلق بتعليقنا على تقرير السلطة، ولكن بعد ذلك جاءت عدد من الموانع يعني، والآن هو صدر عربي إنجليزي. وأيضا كنا نفضل أن نقدم إرساله لكل الجهات بعد ذلك نعرضه، لأننا لم نكن نفضل أن يعني يعرض قبل أن تطلع عليه الجهات المعنية التي كانت التي كان يهمها صدور التقرير. نعم. يعني أكون معك بكل صريح وأضع إجابتي اعتمادا على، ولا أقول رأيي، هناك عندي رأي واضح جدا، لدينا رأي واضح جدا، لكن علينا أن نضعه اعتمادا على أو بناء على. إذا كانت السلطة بالفعل قررت يوم أن طار وزير الخارجية في تاريخ 15 بعد دعوة ولي العهد إلى الحوار، هو اليوم الثاني كان في جنيف والتقى بالسيدة نافي بيلاي وقال لها سنرحب بقدوم الوفد المفوضية السامي لحقوق الإنسان للتعامل على مستوى الدعم التقني وما إلى ذلك. هذه الزيارة جاءت بعد أكثر من سنة من الطلب، وأيضا جاءت بقبول بعض ما كانت تشترط حصوله السلطة في البحرين تنازلت عنه. هنا أقول إذا كانت السلطة قررت بأن تقبل بكل الدعم الذي ستقدمه البعثة الأممية ستكون الزيارة بالتأكيد ناجحة، وأؤكد لكم بأن من سيستفيد من نجاح هذه البعثة هو الإنسان البحريني في كرامته وسلامته وحريته وعزته ومواطنيته. إذا لم تكن صادقة لن تتمكن هذه البعثة من النجاح، لأن هذه البعثة لديها خبرة تتعلق بالتنفيذ وتحقيق النتائج إذا توفرت العوامل النجاح. وعوامل نجاح البعثة هو ليس استعداد شعب البحرين لاستقبالها، لأنها أكدت بأننا لم نأتي هنا لنتقصى الحقائق، وفي ذلك وفيما أفهمه وفيما يفهمه الجميع بأنها لا تحتاج إلى تقصي حقائق لأن هذا الأمر قد تم، وبالنسبة لنا لم نأتي إلا لأن هناك ضرورة لحضورنا لشأن آخر وهو التعاون التقني. إذن ستنجح البعثة وسيستفيد المواطن البحريني إذا كانت السلطة صادقة في تعاطيها. ستفشل مهام البعثة ليس لأنها فاشلة، ولأنما عوامل نجاحها تنتفي، ونضع كل عوامل النجاح لهذه البعثة ليس على الناس أو المواطن المنتهك حقوقه، وإنما نضعها جميعها على السلطة. يوم أمس التقت البعثة بخمسة وزراء: وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الإعلام، وزير حقوق الإنسان، ووزير الخارجية والداخلية والعدل والإعلام وحقوق الإنسان. هؤلاء الوزراء هم جزء من حكومة، يعني كل لديه عمل في وزارته. ألا يتمكن هؤلاء الوزراء من معرفة الخلل الذي هو في واقع الأمر معروف من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر قبل عامين ولم تحرك السلطة فيه شيئا؟ إذن من لم يكن له واعظ من نفسه لم تفده المواعظ. شكراً.